خلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانه. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. شايفين اجواء دافئه الايام دي؟ وفي ارتفاع النهارده في درجات الحراره، ومن امبارح كمان الحمد لله كان في الجو مشمس ومستمر معانا لنهايات الاسبوع ان شاء الله. يا مسهل ان شاء الله. خلوني اصبح على حضراتكم ونبدا معاكم بجوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا من محافظة القاهرة، وخصوصا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي ان في سيولة مرورية. لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش متجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري اكتوبر، هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة. كمان بدأت تظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة. كمان بيشهد شارع بورسعيد من نزل كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء ازدحاما واسعا. وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. نروح معاكم لمحافظه الجيزه، هنبدا من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المروريه قبل بعض النزلات، كمان بدات تتكون كثافات مروريه بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان ومدينه 6 اكتوبر، لكن في الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية. هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه من مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية. في كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. نروح معاكم محافظة القليوبية، ولو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أن أنت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في الطريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكملين جولتنا وهنروح بورسعيد، واللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة. هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، على درجة حرارة هتكون في أسوان 28، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.